تسأل شيخ صالح عن المصاب بمرض في البطن وتوفي على أثره، هل يعد من الشهداء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد جاء في الحديث أن المبطون الذي يموت بداء البطن أنه من الشهداء. فإذا كان أصيب بمرض الإسهال، إذا كان أصيب بمرض الإسهال الذي عاجلته الوفاة بسببه، فإنه يرجى له الشهادة. نعم. إذن المقصود به هذا المرض لا غير شيخ صالح؟ هو، والله أعلم. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا.